يمكن كثير من الناس يقول لك عادي اني اتجاهل حد احبه او حد عزيز علي عشان اعلمه درس، اتجاهله يعني ما ارمسه، ما اتكلم وياه، ما اهتم فيه ابدا لمدة معينة. بس تعرفون هذا التجاهل كيف يجرح ويقهر الانسان من الداخل، كيف يسويه هل كبر في نفسيته، كيف ينقص من ثقته في نفسه، كيف يشعر انه هو قليل وغير كافي. تخيل لو هذا كله نحن نسويه في عيالنا بدون ما نشعر بطريقة نحن نبغى نأدبه. احيانا الشخص هذا او الطفل هذا يكون غلطان جميل، لكن نحن انا لاحظت في كذا استشارة يتني نسويها مع كل من نحب عشان نشعر نحن ان المسيطرين في هذه العلاقة، إن كان مع ولدك، مع زوجتك، مع زوجك، مع ربيعتك، مع أهلك، مع أصدقائك. أنت طنشين عشان أنت تسوين لنفسك مكانة بهذه الطريقة. ممكن الشخص اللي مجاب لك مو بغلطان وايد، ترى ما يبالك كل هال يعني تضخيم الأمور، لكن أنت عشان تشعرينك أنت مسيطرة. يعني تقريبا في بعض من النرجسية، السيطرة، ان انا افضل عنك، اني انا اللي اقوى في هذه العلاقة، انا اللي اروم وانت ما تروم، انا اللي مفروض ان لي الكلمة الاخيرة، انا اسمح لك متى تتكلم معاي وانا اسمح لك متى ما تتكلم معاي. للأسف العلاقات اللي مثل هالنوع ترى ما تدوم، وفي النهاية الطرف الثاني المتلقي ترى يمل، ومكانتك ما تكون مثل ما انت تباها. المفروض انت يعني انت جالس تسوي شيء ان هالمكانة تكون عالية، ان الشخص يحترمك. الاحترام يتغير يستوي، مو بس احترام، ممكن يتحول الى خوف، وبعد الخوف ما يتعود عليك يتاه يلا لا مبالاة. نوع العلاقة تختلف، وكثير من هذه العلاقات من هالنوع تنتهي بالانفصال من الطرفين. الانفصال مو معناته طلاق، انفصال يعني الابتعاد عن بعض مهما كانت العلاقة الإنسانية بينهم. ديروا بالكم يا جماعة، لا تثبت نفسك بالصمت والتجاهل. سبحان الله، كما تدين تدان، مثل ما تجاهلت بأي حد ونفس الشخص يتجاهلك للأبد.